الرحمن الرحيم. في يوم الأرض يخوض الشعب الفلسطيني البطل الصامد المعركة على الأرض. تحية لهم في يوم الأرض، يوم الشرف، يوم الكرامة والنضال. اليوم خرجت المسيرات من كل أنحاء فلسطين، من غزة، من الضفة، من الخليل، حيفا، يافا، النقب، كل مكان على أرض فلسطين. الكل يعلن أن المقاومة هي الخيار الوحيد. حتى الآن 10 شهداء وأكثر من 12 أو أكثر من 1200 مصاب. صعدت أرواحهم وسالت دماءهم. اليوم نرى الملحمة ليس فقط دفاعا عن فلسطين، ولكن أيضا دفاعا عن الأمة العربية. الآن وصل العدد إلى 12 شهيد. انظروا إليهم. أحمد إبراهيم عودة 16 عاما كان أول الشهداء في شمال قطاع غزة، ثم سقط الشهداء الواحد تلو الآخر. أسماء عديدة ومتعددة دفعوا الثمن دفاعا عن فلسطين وعن الأمة العربية. مستشفيات غزة امتلأت بالجرحى. وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداء، ناشدت الجهات العربية والدولية التدخل فورا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت حالة الاستنفار لمواجهة الاعتداءات الصهيونية والسعي إلى علاج الجرحى. المظاهرات تحركت في مسيرة العودة الكبرى تجاه جدار الفصل العنصري مع قطاع غزة. نعم، مسيرات سلمية يشارك فيها الرجال والنساء والأطفال. عائلات فلسطينية كاملة خرجت دفاعا عن الأرض والشرف والكرامة. آلاف الفلسطينيين نجحوا في إزالة السياج الأمني شرق البريج واخترقوا الحدود رغم القمع الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية تحدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين إجراءات الإغلاق والحواجز الإسرائيلية وتوجهوا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. ثم اندلعت المواجهات في عدة نقاط من الضفة الغربية عقب الصلاة. القوى الوطنية أعلنت النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وإغلاق كافة مساجد المدينة والتركيز على صلاة الجمعة برحاب المسجد المبارك. جيش الاحتلال، جيش الكيان الصهيوني، يستخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز. رئيس الأركان الإسرائيلي يشرف شخصيا على قمع هذه المسيرات. اعتداءات وحشية على مسيرة العودة الكبرى وعلى كل المتظاهرين في المدن والبلدات الفلسطينية. اعتقلوا المئات، أطلقوا الغاز من طائرات بدون طيار. الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء شعبنا العربي الفلسطيني على أيدي المحتل الغاصب. الحكومة قالت إن مظاهرات الشعب الفلسطيني السلمية واجهها الاحتلال بآلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحدي سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية.